في جل المواضيع الوطنية اللي تهمكم اللي كنتوا طلبتوا أكثر تفاصيل عليها، من بينها قانون الأمومة والأبوة هل باش يشوف النور قبل 13 أوت أم لا. نرحب بضيفي اللي باش ينورني النائب في البرلمان سي محمد علي فنيرة. مرحبا. مرحبا حذامي، صباح النور. صباح النور لكل مستمعي كباسات. شكرا لك على قبولك دعوة، نورنا كما العادة. اليوم نرجع نحكيه على قانون كنا حكينا عليه في أكثر من فرصة، مشروع قانون الأمومة والأبوة، حكينا بأكثر تفاصيل زاد عليه معك. هل باش يشوف النور قبل 13 أوت أم لا؟ باهي نبدأ من نقطة أخرى باش نعرفوا هل ترى النور أم لا. باش نقول يعقد مجلس الشعب جلسة عادية يوم الثلاثاء والأربعاء، وقتما اجتماعات جلسات عامة يوم الثلاثاء ونهار الأربعاء. يوم 30 جويلية اللي هو يوم الثلاثاء سيكون مخصص لمشروع قانون المجلة، تلقيح بعض أحكام المجلة التجارية اللي حكينا فيها اللي هو قانون الشيكات. أيوة. ونهار 31 جويلية باش يكون عندنا زوج قوانين، تكون عندنا 62/2024 اللي هو اتفاق قرض بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهذا باش يكون فيه قرض ب 100 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض واد تيس من ولاية كيف. طبعا المشروع الثاني اللي هو 61/2024 هو اتفاقية قرض زادة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية. كما هنا انترناسيونال عندنا نقولوا لاغوت دو سوا، تم طريق الدعم هذايا للدوره الاقتصاديه باش يكون البروجي معناتها مخصص لمضاعفة الطريق الوطني عدد 13 بين كاترين وسيدي بوزيد وسيدي بوزيد وسفاق. دونك المبلغ هو 220 مليون دولار امريكي، تكون جوست الكاترين سيدي بوزيد معناتها الخط كاترين سيدي بوزيد، وبقية المشروع بين سيدي بوزيد وسفاقس معناتها باش يكون في قرض اخر للبنك الاوروبي مازال ما تعداش. دونك هذا يساهم في ربط الولايات الداخليه بالاقطاب الاقتصاديه الموجوده معناتها على الجهات الساحليه، يساهم في خلق ديناميكيه كبيره. علاش بديت من هنا؟ باش نعطيكم اخر جلسات هذا اخر الجلسات فوالا، هذا اللي باش يقوموا به البرلمان في الايامات غدوه بعد غدوه ان شاء الله. اكثر تفاصيل طبعا توفيونا بها كما العاده الساده النواب اللي تدخلوا معنا تقريبا بشكل يومي، يعطيكم الف صحه. دونك نرجعوا على الموضوع اللي باش نتناقشوا فيه توا، باش نحكيوا على قانون الامومه والابوه اللي ديجا انت في اكثر من فرصه سيد نائب نتفكرك حكيت معايا فيه بالكدا بالكدا. الموضوع حكينا فيه، عطينا الاختيارات، راهو قلنا القانون هذا جاء زوج مقترحات معناتها مع عند السيده النواب، وجاء مشروع قانون مع عند السيده الوزيره. بالنسبه للجنه تنظيم الاداره وتطويرها والرقمنه تواصل العمل الان على مقترح القانون بتاع السيده النواب 13/24، وايضا سيكون هناك استماع الى السيده الوزيره فيما يخص مقترحها 56/2024. نحب نكون عندنا تقرير جاهز قبل نهاية السنة البرلمانية لهذا الموضوع. وكان أمل السيدة النواب وحتى السيدة الوزيرة كونه يكون تتويش واستغلاله أبارتير من يوم 13 أوت وهو يوم العالمي للمرأة. وهذا اليوم اللي يخلي السيدة النواب معناتها يخدموا لآخر لحظات في القانون هذا. لكن حاب نرجع الحاجة المدة النيابية لأعضاء مجلس نواب الشعب تنقسم إلى خمس دورات، وتفصل كل دورة عن دورة أخرى بعطلة برلمانية بشهرين، وهي عطلة عن الجلسات العامة وليست عطلة عن اللجان. دونك تبقى اللجان تشتغل لكن هي عطلة عن الجلسات العامة، يمكن قطعها على حسب الأولوية التشريعية. دونك هنا النقطة اللي فيها اختلاف. الدستور التونسي في الفصل 71 يقول يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبدأ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية إلى غيره. وفي آخر نقطة من الفصل 71 يقول ويمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد. واضح الدستور، ثم بوسيبيليتي باش نرجعوا سواء بطلب من سيد رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلث الأعضاء. كيف النظام الداخلي استنسخ نفس الفصل في نفس الفصل وكان موجود بنفس الطريقة. هنا نعلمكم اللي هناك طلب
لفتح دورة استثنائية. صار طلب وكان كما حكينا جدول أعمال محدد في هذا الطلب، وهو قانون يخص التعليم العالي الخاص، وثم مقترح نتاع تمديد العفو الجبائي، العفو الجبائي اللي انتهى في جوان، دونك طالبوا السادة النواب بتمديده، وانتهت اللجنة من هذايا، والتقرير حاضر على مكتب المجلس، دونك كان ينجم يتبرمج. دونك هذاك علاش طالبوا بخصوص نقاط هذوما، ممكن كان ستتم الموافقة، يتم إضافة قانون الأمومة، دونك الأمومة اللي هما باش يكونوا هكاك يوليو ثلاثة قوانين. المطلب هذا تم إيداعه يوم الأربعاء من 67 نائب يضم كل الكتل البرلمانية، وهذا أكثر من نصف، دونك كما قلنا الدستور في فصل 71 طلب النصف، دونك وفي انتظار كونه مكتب المجلس معناتها ينظر في هذا الطلب. للأسف يوم الجمعة التأم مكتب المجلس لكن لم ينظر في هذا الطلب في جلسته. كل النواب في انتظار تمريره، معناتها تمرير هذا المطلب على مكتب المجلس المقبل، خاصة أنه الشروط القانونية كل متوفرة، مشينا بالقانون شفنا الدستور فيه وقدمنا المطلب هذا، كان مطلب ممضى من أكثر من ثلث النواب، وفيها فيه محدد معناتها اللي باش يدرسوا القوانين محددين. دونك اليوم ننتظروا هذايا. هناك عديد مقترحات النواب، علاش هذايا الاستثنائية، معناتها الطلب الاستثنائي، هناك عديد المقترحات نتاع السادة النواب منهم اللي تقاريرهم حاضرة اليوم، علاش تترحل معناتها الأكتوبر القادم، ودون تعرف الأكتوبر القادم معناتها باش يكون عندنا جلسات معناتها مع قانون المالية، شروط المالية، وباش تكون معناتها باش تكون معناتها جلسات ماراثونية في مشروع المالية، خاصة أن السادة النواب تو باش يطالبوا شنو صار عمناول، حتى هذا على إطار الجلسات اللي نعملوا فيه في مستوى الليجان تو كل قانون تطالب الوزارة اعطيني القرض اللي هزيته قبل اش عملت به، هذا اش عملت به، وكل يوم هذا الدور الرقابي للنائب، انا اليوم كي نصوت لك باش انت تعمل حاجه حبس هذيك عملت حاجه اخرى بالطبيعه، طاير ثم قروض خديناها لمشاريع معينه وذهبت لمشاريع اخرى. مش معقول هيك، واضح باش نعاودوا نرجعوا لك. اي سيد نائب كان عندك قل لي في انتظار الدوره القادمه، في انتظار كونه مكتب المجلس يبث في الدوره الاستثنائيه، كما قلت لك هذوما اللي وقتاش الوقت والاجيال اللي الاجيال والوقت اللي نجم يبط فيه في المشروع هذا، في مشروع قانون الامومه والابوه، وقتاش حسب تقريب لو كان عندك حتى فكره هكا مثلا؟ كان مكتب المجلس التأم وقرر دوره استثنائيه، نتمنى كل النواب يحبوها قبل نهار 13 اوت باش يتوجوا هذا المشروع يوم 13 اوت، ان شاء الله تكون جلسه يوم 13 اوت ان شاء الله. ينجم مكتب المجلس كما قلت لك يرحل هذا القانون معناتها يرحله الى ما بعد العطله البرلمانيه، واضح جدا. اليوم ثم جلسه راهي مع السيده الوزيره، نتصور السيده النواب باش يكملوا العمل كما قلت لك على القوانين الزوز، فتاتر باش يحاولوا يلقاو جمع بين القانونين ان شاء الله. تقريرهم يبدا حاضر معناتها من هنا الى يوم الثلاثاء ولا يوم الاربعاء يبدا تقرير حاضر، هكاك ينجموا يضموه معناتها في الجلسه الاستثنائيه المطلوبه للقانون الاولى والثاني اللي طلبناه معناتها نتاع التعليم الخاص ونتاع العفو الجبائي. واضح جدا، يعطيك الصحه سيد النائب، شكرا ليك. مشكور جدا النائب في البرلمان محمد علي فنيره، شكرا ليه. كان هذا حديثنا معاه حول قانون الامومه والابوه، جاوبكم باكثر تفاصيل. احنا مازلنا متواصلين معاكم، واصلين المشوار شوي اخر مع الخبير في السياسات الفلاحيه سي فوزي زياني، ضيفنا بعد شويه. كان عندكم اي استفسار مرحبا بكم الناس الكل.